سعودي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه المباشرة من مدينة الدار الربيع. بعد ساعات من الواقعة شوفوا الخسائر اللي وقعت في فران جلاش في الأفي البارح في منطقة سباشة، يعني فران تقليدي فران قديم كان البارح في سباشة، فهذه الخسائر الناس مازال كي الساكنة الناس أصحاب الفران مازال كيجبدوا في الخسائر اللي وقعت البارح. الحمد لله ما وقعش خسائر بشرية، ما كانش خسائر جسمانية، خسائر مادية فقط اللي وقعت البارح. كان سعادة العافية تقريبا مع تسعود الناس ولاد الدرب هما اللي اشقوا الموقف وجبدوا او اطفاو العافية دغيا، فمشكورين. وهادي خسائر مشاركة كيف ما كتشوفوا معنا، فالناس مازال كيجبدوا في الخسائر، الناس مازال كيحيدوا داكشي اللي تحرق البارح. لولا الاطراف الالهية ان الاسباب ديال الحريق مازال ما معروفاش لحد الساعة، كما ذكرت لكم لولا الاطراف الالهية ان الناس صحاب الفران فكانوا ناعسين. فران اللي كتشوفوا معنا في الصورة، فران دابا مسدود ولكن الساكنة مازال كتجبد في داكشي اللي تحرق البارح كما كتشاهدوا معنا على المباشر مشاهدينا الكرام. البارح مع تسعود الناس دو كيشوفوا ان الدخان طالع، الدخان خارج من الفوريان، عفوا من الفران، خارج من الفران. الحمد لله خرجوا، حاولوا يدقوا على الناس اللي كانوا ساكنين في الفران او الناس اللي ساكنين في الفران، بحكم ان صاحب الفران حسب الساكنه وحسب شهاده الساكن فهو كينعس الداخل. خرجوا لله الحمد، الدار اللي فوق كان كيطلع لها الدخان، حاولوا ينبهوهم حتى هما انهم يخرجوا يردوا البال، لان الساكنه وولاد الدرب انهم اللي طفاو العافيه وسيطروا على العافيه قبل وصول الوقايه المدنيه. مشكورين الوقايه المدنيه ورجال الامن اللي حضروا كذلك بسرعه وحضروا بكثافه في عين المكان. هذه كرام، فهو من اقدم الفرار اللي كاينين في سباشة، ولا ما كانش هو اقدمهم فرار قديم. الاسباب ديال الحريق مازال مجهوله، مازال الناس ما عارفينش اسباب الحريق، ولكن لحد الساعه البارح مع تسعود لحد الساعه الناس مازال كيجبدوا داكشي اللي تحرق البارح بالليل. فهذا هو الفران اللي كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام على المباشر. شوفوا الخسائر اللي وقعت في الفران اللي شعلت فيه العافيه في منطقه سباشة البارح مشاهدينا الكرام مع تسعود ديال الليل. لحد الان دابا الجوج تقريبا في الناس مازال كيجبدوا في الخسائر، الناس مازال كيجبدوا في داكشي اللي تحرق من البارح لحد الان.